مساء الخير. كالعادة قبل ما نبلش، إذا كنتوا غير مشتركين بالقناة بتمنى تدعمونا من خلال الاشتراك، تفعيل زر الجرس، الشير، اللايك، الكومنتس، وأكيد لا تنسونا من ملاحظاتكم اللي بتهمنا لنطور المحتوى اللي عم نقدمه. المحور الأول بحديثنا اليوم رح يكون عن الأجواء المحيطة بمنتخبنا الوطني قبل مباراة أوزبكستان، المباراة الودية اللي لعبناها أمام ماليزيا، التفاصيل اللي بنعرفها ورأينا حول النقاط الإيجابية. المباراة مثل ما كلنا بنعرف انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. ماليزيا تقدمت بالنتيجة، رجعنا نحن سجلنا التعادل عن طريق بابلو صباق، بعدين تقدمنا بالنتيجة عن طريق إبراهيم هيساب، من ثم أدركت ماليزيا التعادل. النقطة الإيجابية الأولى في المباراة، بابلو صباق يسجل هدفه الأول مع منتخب سوريا، شيء كتير مهم. أي مهاجم مثل ما حكينا من قبل، أنا حكيتها يمكن ببث مباشر سابق، أي مهاجم بيجي على أي مكان جديد فهو بحاجة ليفتتح التسجيل، بحاجة لهدفه الأول. هذا الهدف الأول بيكسر حاجز نفسي كتير كبير عند المهاجم. هلأ بابلو خلص من ضغط النفسي اللي هو متى رح سجل أول هدف إلي مع منتخب سوريا. حالياً بابلو إن شاء الله رح يدخل مباراة أوزبكستان بدون ضغوط. هو طبعا بالمباراتين الوديات كان عم يقدم مستوى كتير كبير، لكن هذا الهدف كان هو الشيء الناقص لحتى يفوت على مباراة أوزبكستان بالشكل المثالي. بابلو عليه مسؤولية كتير كبيرة، هو رح يكون القائد لهجوم المنتخب، بالتالي رح نكون معولين عليه آمال كبيرة، وأنا شخصيا متفائل إنه بابلو صباق رح يكون له دور كتير مهم. النقطة الإيجابية الثانية، إبراهيم هيسار يسجل للمرة الثانية على التوالي. إبراهيم اللي أول ما دخل المنتخب يمكن ما قدم 100% من مستواه، ما ظهر بالشكل اللي كنا منتظرينه منه. إبراهيم لما تم استخدامه لمنتخب سوريا ما تم استخدامه بشكل عشوائي، الجهاز الفني تابعه، بيعرف نقاط قوته، بيعرف نقاط ضعفه، وبيعرف أنه هو لاعب مهم ولاعب قادر يقدم كتير للمنتخب. الشيء الطبيعي انه يمكن اللاعب اخذ فتره لحتى اندمج بالجو، لحتى عرف زملائه. حاليا هو قبل كاس اسيا واصل لفورما كتير كبيره، كل اللي شافوه بالمباراتين حكوا قد هو عم يقدم مستوى كتير مهم، والاهم انه عم يكون حاسم وعم يسجل، وعم يسجل اهداف مهمه. ايضا هو عم يكون صداقه كتير كبيره مع اغلب اللاعبين، بالتالي ابراهيم هو الورقه الرابحه بايد مدرب هيكتور كوبر، خاصة أنه إبراهيم بيعتمد على القوة البدنية بشكل كبير، ونحن رح نلعب مع منتخبين عندهم قوة بدنية كبيرة، تحديداً أوزبكستان وأستراليا. النقطة الإيجابية الثالثة، منتخب سوريا خلال الوديات لاحظنا أنه عنده مشكلة كبيرة، لما بناكل هدف بينهار الفريق، الفريق ما بيكون عنده أي ردة فعل. بنشوف منتخبنا بيتلقى هدف بيكون في حالة استسلام، ما بيكون في أي محاولة للعودة بالمباراة. شفنا مع اليابان أول نص ساعة قاومنا بعض الشيء، بعد ما تلقينا أول هدف كان في انهيار كامل. مع الكويت بعد ما تلقينا الهدف كان في انهيار، أيضا مع ماليزيا بالودية اللي سبقت هاي الودية طبعا. بالتالي عم نشوف حاليا شيء مغاير. مع قرغيزستان تأخرنا بهدف، رجعنا بالمباراة وسيطرنا عليها، ومع ماليزيا تأخرنا بهدف وأيضا رجعنا وتقدمنا بالنتيجة. بالتالي هذا معيار كتير مهم، وأنا شايفه كمان في كان حاجز نفسي معين انكسر بهالمباراتين الوديات. اللاعبين ما عاد كتير يهتموا إذا أكلوا هدف، عم يضلوا بجو المباراة، ما عم يطلعوا منها، وهذا الشيء كتير مهم، ومهم خاصة بالمباريات اللي رح نلعبها حاليا، لأنه أنت ممكن بأي لحظة تكون معرض تتلقى هدف، فلازم تضل بجو المباراة مركز ويكون عندك ردة فعل قوية لترجع بالنتيجة. النقطة الإيجابية الرابعة، المباراة ولله الحمد انتهت بدون إصابات، هذا الشيء المهم، مو ناقصين إصابات إضافية، بكفي خسرنا لاعبين مهمين مثل محمد عثمان ومحمد الحلاق وحتى مارديك. حاليا إن شاء الله حنفوت على أوزبكستان بدون خسارة لاعب إضافي، خاصة ماليزيا يعني لعبوا معنا بشكل خشن، إن كان بهاي المباراة وإن كان بالمباراة اللي لعبناها معهم بوقت سابق،
لذلك كان في حالة من الارتياح أنه هاي المباراة مرت وانتهت بدون ما يكون في إصابات. النقطة الإيجابية الخامسة والأخيرة هي التألق الكبير للموهبة الرائعة، موهبة نادي الكرامة اللي كلنا متفائلين فيها، محمود الأسود. محمود كان مفاجأة سارة للجهاز الفني، ظهر بمستوى كتير مميز خلال المباراتين والديتين، وإن شاء الله راح يكون أيضا محمود مفاجأة سارة لكل الجمهور السوري. أنا شخصيا مراهن على محمود أيضا، مراهن أنه هو قادر يعمل بصمة بهي البطولة. بالمجمل يبدو الجهاز الفني راضي عن الأجواء، في أجواء كتير إيجابية عم تسود المنتخب قبل مباراة أوزبكستان، في حالة من الانسجام، من الود، من الألفة بين اللاعبين، في إصرار من جميع اللاعبين أنه هن يعملوا شيء قدام أوزبكستان. أنا شخصيا بس منتظر شوفهم عم يقاتلوا، شوفهم عم يقدموا كل شيء عندهم بالمباراة. احنا بس قاتلنا وقدمنا كل شيء عنا بالملعب، فنحن قادرين نحقق نتيجة إيجابية. المحور الثاني راح احكي فيه، مثل ما بنعرف نحن بقارة آسيا ما لنا بقارة أوروبا، بالتالي ما وصلنا لمرحلة من الاحترافية انه كوادرنا الآسيوية قادرة انه تفصل بين مشاعر الشخصية وبين واجبها المهني. السبب الرئيسي لحتى احكي هالشي هو التخوف من رافشان إرماتوف. كلنا سمعنا بهالاسم، حكم كبير، حكم وصل لمراحل كبيرة، حكم بالمونديال، له تاريخ كبير. هذا الحكم حاليا هو الرجل الأول بكرة القدم الأوزبكية، بعتقد هو النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم بأوزبكستان، وهو أيضا نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، بالتالي ممكن يكون له تأثير بشكل أو آخر على الطاقم التحكيم اللي راح يتم تعيينه لمباراتنا أمام أوزبكستان. ممكن يكون عم بالغ بهالشيء، لكن كرة القدم تفاصيل، تفاصيل صغيرة، وأي تفصيل مهم لازم نتابعه، لازم نراقبه، نحاول نستفيد منه، ونحاول نستبعد أي نقطة ضعف ممكن تأثر علينا. وبعتقد حتى اتحاد كرة القدم واعي لهالشيء، وعم يراقب وعم يشوف مين طاقم التحكيم اللي راح يكون موجود، راح يكون حذر بهالشيء هذا، ويشوف إذا كان في أي تأثير لرافشان بهالموضوع. أيضا نحن كجمهور سوري كإعلام لازم نكون يقظين، لازم نكون خلف المنتخب بهالشيء هذا. رسالتنا توصل للاتحاد الآسيوي، لجنة الحكام الآسيوية، إنه نحن راح نطلع عيننا على طاقم التحكيم اللي راح يتم تعيينه، نرفض أي تأثير لرافشان بهالأمور هاي. لازم تكون في حيادية وشفافية كاملة. ياما في مباريات نحن خسرناها بسبب أخطاء تحكيمية تافهة، خطأ تحكيمي واحد قادر يغير نتيجة مباراة بأكملها ويغير مصير منتخب بالبطولة. لهيك بتمنى أنه كلنا توصل رسالتنا، اتحاد كرة القدم أكيد رح يوصل أيضا رسالته بهالشي هذا، وإن شاء الله رح نشوف في حيادية وشفافية من طاقم التحكيم اللي راح يقود مباراتنا أمام أوزبكستان. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكي فيها، شفت اعتراضات كتير على استدعاء محمد المرمور بدلا من محمد الحلاق لقائمة المنتخب. بالنهاية المدرب هو أدرى مين اللاعب اللي قادر يخدمه، اللي قادر يفيده. وشغلة تانية، نحن شوي عم نبالغ بالموضوع، لأنه بناء على المباراتين الوديات بعتقد أي لاعب إجا بديل لمحمد الحلاق ما راح يكون له كتير دور مهم بالمباريات القادمة، مع أنه أنا بتمنى كل اللاعبين أكيد يكون لهم دور مهم، وإن شاء الله كل لاعب قادر يقدم إضافة. بتشكركم على متابعتكم، وإن شاء الله راح نكون بفيديوهات قادمة بشكل مستمر قبل مباراة أوزبكستان.